اخواتي. دابا هاد غندير معكم، نكمل معكم هاد لدان. درت فيه دانون السوس ودرت معاه الكوزة، حكيتها معاه، وغندير معاه معلقة ديال لاموطارد. دابا غادي ندير الثومة محكوكة، الثومة محكوكة ومعاها البزار وسكينجبير ودانون السوس، خلطته مع دانون السوس. دابا غادي نحركهم نخلطهم ونخليهم يباتوا في الثلاجه. لدان اللي رقدت البارح في الليل مع دانون السوس والكوزه وداكشي، ها هو صافي. غادي نطيبو دابا. خواتاتي ها هو طاب هاد لدان، طاب. دابا غادي نكب عليه لاكريم فريش. دابا غنخليه حتى يتشحر شويه ونشف شويه من هاد، نشف شويه من هاد الكريم فريش وعاد نطفي عليه. خواتاتي دابا غادي نجن نخلط لي كريب، بقاو معايا. غادي ندير المقادير قدامكم باش تشوفوني. بسم الله. غندير جوج صاشيات ديال فاني. درت هنا 10 كونس ديال سنيدة. غندير هنايا قبيسة ديال الملح. غندير 3 ديال البيضات. عندي كاس ديال الزبدة مدوبة. وغندير الحليب، ندير السيترو وغنزيد شوية من الآخر إن شاء الله. وغادي نخلطهم في هاد الهشوار، نخلط الدقيق وهنا وكلشي. ها هو خلطته بحال هكا. دابا غادي ندير الفوص، ندير داكشي باش غادي يتخلط ليا. شوف عيني ميزاني، الا خاصني الفوص نزيد. المهم انا غندير دابا القياس هذا وغادي نشوف. ها انتم اخوتي، ها هو الكريب ديالي وجد. غادي نستفو بحال هكا، جنيب بدان ندير بحال هكا في الجنب، وغادي ندير فوق منه الفرماج ونديرو في البانيني. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال لي كريب بلادان وفروماج. وشكرا على المتابعه.